السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. ليكم وحشة والله. ربنا يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. بمشيئة الله فيديو النهاردة راجع لكم بمعلومة بسيطة كده خفيفة. في فيديو خفيف النهاردة، مش حابب نطول عليكم منعا للملأ، بس في معلومة مهمة. يعني علمونا كل حاجة في صيد الغلة إلا حاجة واحدة ناسوا يقولها لكم. إن شاء الله أهم معلومة في صيد الغلة أنا هنقولها لكم النهاردة، خليكم معايا. طبعا يا جماعة في لمحة كده صغيرة، النهاردة السمك واكل على العايد، فأنا غيرت العدة بتاعتي من غماء، من ريشة لغماء. الفيديو اللي فات كان جالي تعليق بيقول لي ان لازم صنارة الغلة يبقى على الارض عشان السمكة الكبيرة تدخل. سبحان الله، قدر ان النهاردة والله بدون قصد، يعني انا ما بننكتش التعليق ولكن انا حابب نوصل معلومة. سبحان الله النهاردة كل السمك الكبير دخل على العين، ولذلك انا كنت شغال بسل بريشة وامير ابن خالي كان شغال بغماز. غيرت العدة بتاعتي، بقينا احنا الاثنين بغمازات عشان لقيت السمك الكبير بس هو اللي بياكل ايه عايم. وطبعا مش دي معلومة النهاردة، معلومة النهاردة جاية، خليكم معانا احلى ناس في الدنيا. وصلنا بمشيئة الله كده لمعلومة النهاردة عشان ما نطولش عليكم الفيديو، لان النهاردة مش يوم اكشن. والنهاردة انا نازل بالفيديو دوت عشان نقول لكم طبعا كل سنة طيبين، لان كانت النازلة دي في العيد، وعشان نقول لكم معلومة بسيطة كده خالص. يعني انا شايف ان اكبر قنوات الصيد بدون ذكر اسامي كل الناس غفت عنك ان هي تقول لك المعلومة دي، والمعلومة ديت اللي هي وانا بنرمي الغلة يا جماعة انا بنبقى عارف بمشيئة الله ان انا هناخد سمك او لا. طب ازاي وانا بنرمي الغلة كده؟ انا بنرميش الغلة بتاعتي مرة واحدة كده زي ما انتم شايفين، بنرمي ايه حبات حبات، بنلاقي في عقار في المية سمك بيتحرك على الغلة، بنعرف ان السمك ايه بدأ يجمع معايا كده. بس لا مش كده بس، خليكم معايا. طبعا اهم درس في صيد الغلة ان انت لما ترمي الغلة ديت الدور يعفر. شرط نجاح قعدتك وشرط نجاح طلعتك ان الدور يعفر معاها، ان المية دي تعكر. المية دي لما تعكر يبقى فيه سمك، ما عكرتش يبقى ما فيش سمك، او فيه سمك بس مش هياكل. خليكم معانا والله المستعان. العفرة دي اللي انا متكلم عليها يا جماعة، شايفين العقار ده؟ العقار ده هو اللي بشترك بالفيه، ده أول بشرة في الخير العقار ده. لو تلاحظوا ان الغلة كانت باينة دلوقتي، لو انتوا شايفين العقار غطى على الغلة، دي حركة سمك في الماية، سمك عايز ياكل. وكده الموضوع خلي بالكم بيبقى كبير، يعني الدور بيبقى مجمع سمك كبير، وحتى لو خدت سمك صغير بس بيبقى فيه تحت سمك اكبر، وكل ما بتقعد في الدور كل ما السمكة بتكبر. فده يا جماعة والله العظيم ورب العزة اهم درس لازم كلنا نتعلمه في صيد الغلة، انه احنا بنرمي الغلة كده لقينا الدنيا عكرت معانا، حتى بعد ما نرمي الغلة ونصبره شوية لو لقينا في عقار في الدور يبقى احنا هناخد سمك، مفيش عقار يبقى خلاص الدنيا مش مظبوطة. وطبعا في الاول وفي الاخر الارزاق بيد الله، بس قسما بالله العظيم ده اهم درس في صيد الغلة لازم كلنا نعرفه وناخده بالنا منه. حبايبي احلى ناس في الدنيا، احلى رحالة، خليكم معانا ناخد كام لقطة كده ان شاء الله ونختم الفيديو بمشيئة الله. اللهم صل عليك يا نبي.
اسماعيل. سمكه ابو اسماعيل. امير كله المقاس ده ابو اسماعيل. يا ابن خالد انت راح فين بس وجاي منين بس؟ واكله يعني واكله كمان. يا ابو اسماعيل. ابو اسماعيل اهو. ابو اسماعيل كبرياتها يا ابو اسماعيل. اللهم صل على